بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله تحضروا معايا وصفة مغربية سهلة وبسيطة، هي وصفة ديال بيض ومطيشة أو بي إم، اللي هي صالحة كان اللمجة أو كاسكروت، صالحة العشاء، صالحة الغداء، يعني أسرع أكلة مغربية. أتشارك معكم إن شاء الله اليوم الطريقة ديالي. دوزوا معايا دابا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو المقادير التالية: جوج بصلات، ربعة مطيشات، جوج فلفلات، قزبور ومعدنوس، شوية قزبور ومعدنوس، شوية زيت المائدة. هنا كنحتاجو ربعة البيضات، كنحتاجو واحد جوج فصوص ديال التومة، واحد شوية ديال الكمون، تحميرة، كركم، هنايا عندي شوية البزار والملحة حسب الذوق. هنا غادي نحتاجو طاجين نطيبو فيه، أنا درت هاد الكمية على حساب حجم عائلي، ثم ممكن طيبوها في طواجنات صغار ولا في مقيلة بحال هاد الحجم هذا. هنا غادي ندير الفلفله بعد ما قطعتها مكعبات صغيره، الفلفله الا كان عندكم فلفله حمراء وخضراء كتكون احسن. وهذا الطبق هذا ولا هذه الوجبه الخفيفه هذه هي الاصل ديالها غير مطيشه والبيض. حنا غنضيفوا هذه الاضافات اللي كتعجبك شي اضافه كضيفه، ولكن تقدروا تطيبوا مثلا غير بيضه ومطيشه راه كتجي زوينه، يعني بحال مثلا هذا الطوجين الصغير طيبوا فيه بيضه ومطيشه راه كتجي زوينه. هنايا غادي نضيف لهم الزيت. دابا شعلنا البوطه وكنوضعوا فوقها واحد الحديده، يعني حاجه ديال الطين ديما كنوضعوا فوقها شي حديده، ما كنطيروهاش طيب مباشره باش ما يتهرش لنا الطاجين. وهاد النصائح راه هضرنا معها في فيديو، هضرنا فيها في فيديو سابق اللي عطيتكم كيفاش تحافظوا على الطاجين. المهم هنا كنحركوا هذا الشيء وكنخليوه يتشحر واحد شويه حتى كتهبط الفلفله والبصله. بعد ما طابت لينا البصله ومطيشه كما كتشوفوا هبطوا طابوا، هنايا كنزيدوا باقي المكونات. كنزيد هنا مطيشه وكنزيد التوابل الاخرى، عندي هنا قزبره معدنوس العطريه ديالنا كامله، الملحه والعطريه الاخرى، وهنايا الثومه، وكنحرك كلشي وكنخليه يطيب المره الثانيه باش كطيب لنا مطيشه. يعني بصله ومطيشه، بصله وفلفله طايبين، دابا خاصنا مطيشه كطيب. كما عرفتوا مطيشه راه كطيب بسرعه ماشي ما كتعطلش. دابا كناخذوا البيض ديالنا كنشدوه كنديروا فيه زليفه، كناخذوا فورشيط وكنهرسوه. الا بغيتوا ديروا البيض عيون راه كديروا بيض عيون، انا ما كيعجبنيش عيون، غادي نحركوا كامل بيض مع الصفر. الخليط ديالنا ها هو طاب كما كتشوفوا، ما كيبقاش فيه داك لاصوص بزاف. واخا كطيب مطيشه كتطلق الماء ديالها من بعد كتنشف شي شويه، ما كيبقاش فيها لاصوص بزاف، يعني انسجمت جميع العناصر. الملحه طبيعه الحال كندوقوها قبل لاني البيض ما درت فيه لا ملحه لا بزار. دابا كنخور البيض ديالنا بهذه الطريقه، ندوزوه من الجناب، يعني ما يجيش غير البيض في جهه وحده. ولا بغيتو كلي كيبغي هذاك مثلا كتبقى يحركها بحال شكل البيض عادي، البيض المقلي كيديرها، كل واحد يدير الطريقه اللي كتوالمو هنايا. وكدوزوا هذه المعلقه بين البيض وهذا الخليط اللي عندنا باش كيدخل البيض لداخل، ما كيجيش البيض الفوق ولا سميتو البيض الفوق وهذا الخليط كيبقى لتحت، لا كتخلط كلشي معاه بهذه الطريقه هذه. وهنا ضروري باش تغطيوه باش يطيب، كاين الفوق كاين التحت، واحد جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق. الطاجين ديالنا ها هو طاب. ملاحظه اللي بغيت نقولها لكم، انا كندير شويه ديال الكمون دابا، والكمون خاصو يكون الكمون احسن تصابوه في الطاب. ملاحظه اللي بغيت نقولها لكم ان فاش طيبوا في الطين ما تخليوش حتى طيب مره، لان الطين كيبقى شاد الحراره وكيكمل الطياب ديالو، يعني غير شويه تغطيو له واحد شويه صافي طفيه، هو البيض كيكمل الطياب ديالو مباشره بلا ما تحتاجوا تطيبوه. الا درتوه في المقله راه عتينوا عليه حتى كيطيب مزيان، درتوه في الطين طفيو عليه قبل. انا ندير حبه ديال الزيتون هنايا وغادي نقدمه بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذه الطريقه ديالي، واش الناس جداد يشاركوا في القناه ديالي وضغطوا على زر لايك وتنضموا للصفحه ديالنا في الفيسبوك. بسلام عليكم.